هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب يمكن يكون حلو، تكونوا في احسن حال. ايه رأيكم في القعدة دي؟ بجد تحفة تحفة تحفة، يعني بجد يعني انا مبسوطة. انا قاعدة على السرير على فكرة، وانتوا شايفين مخدات في اللي هو فازلين ومية، في حاجات غريبة ورايا، بس عادي احنا مش غرب. ادعوا لي لان احتمال كبير قوي النهاردة تطلع النتيجة، فادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ان انا اعدي صافي. انا مش عايزة اي حاجة، انا عايزة اعدي صافي، لان بجد الامتحانات كانت جاية وحشة جدا. وبس كده، عايزه اقول لكم كمان ان انا مش حاطه اي حاجه في وشي، متخيلين؟ لا بلاشر ولا كونسيلر ولا اي حاجه، انا اعتمدت بس على الغسول بتاع ارجنتو والسيرم بتاع ازهى سيرم، وحطيت سان بلوك ومرطب، ودي كده كانت بشرتي، وحطيت بس ليب جلوس عشان بس يعني ابقى مظهري كويس. فبس قولوا لي رايكم في كمان القعده هنا. بصراحه انا كساندي بجد انا مرتاحه قوي 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 قوي، مبسوطه جدا، وحاسه ان انا مرتاحه كده وانا قاعده بتكلم. وشكرا لكل الناس بجد اللي هي اتبسطت بصراحه من الفلوج بتاع امبارح، مع انه بحس ان هو مش بيبقى قد كده، بس بجد شكرا لكل الناس اللي قالت لي ان هو حلو، والناس بتكتب لي ان هي بتفتح الفيديو على انها طاقه ايجابيه، فبجد شكرا شكرا شكرا. الفيديو بقى النهارده هنتكلم عن شويه منتجات جربتها الفتره الاخيره، وبجد طلعت تحفه تحفه تحفه. يعتبر ده روتين للناس اللي فتره المراهقه او تين، فالنهارده اقول لك على روتين سريع وسهل وبسيط. بدايه المنتجات من 50 جنيه، فدي حاجه كويسه قوي عشان تعرفوا بجد انا بعمل فيكوا ايه بجد. وايه رايكم بقى في شعري؟ بصوا الكيرلي تحفه، بصوا حلوه، وعملته امبارح. طبعا المفروض في الفلوج ان انا كنت اوريكم الشاور روتين بتاعي واللي كنت بعمله وهغسل شعري بايه، وللاسف الميه كانت قطعه او الميه تقريبا كانت ضعيفه حاجه زي كده، ومعرفتش غير اخد الشاور بالليل خالص. فطبعا قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا شير للقناه عشان نوصل 10000 فاربعه كانت، احنا قربنا ندخل على ال 8000، متحمسه قوي بجد، متحمسه جدا، فشدوا حيلكم كده معايا عشان نوصل لل 8000 بسرعه. وتنسوش تعملوا لايك وكومنتات كتير عشان ده بيديني حماس ان انا اصور. وخلينا نبتدي الفيديو. تعالوا نبتدي باول حاجه وهو الغسول اللي هو ابو 50 جنيه. بجد انتوا هتقولوا لي هل في يا ساندي غسول ب 50 جنيه؟ هقول لكم في غسول ب 50 جنيه، وتحفه في تنظيف، وهو الغسول بتاع ايفا اللي هو ده. طبعا بقى الاضاءه ضربه قوي، بس يعني ده الغسول بتاع ايفا. بصوا ده شكله اللي هو الغسول بتاع ايفا ناتشرال جلو. ده بيحتوي على الفيتامين سي واي وبي 3 وبي 5، وكمان ده للبشره المختلطه. في طبعا منه انواع للبشره العاديه والبشره الدهنيه وتقريبا البشره الجافه. مشكلته ان هو في ريحه قويه قوي، فانت لو بشرتك حساسه وبتتلكك كده فيفضل انت ما تجيبوش، لان هو ريحته قويه شويه. لكن من حيث التنظيف لا، هو بجد تحفه تحفه تحفه. على فكره اول ما بتغسلوا بيه وشكم هتلاقوا الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء كلها اتشال، وهتلاقوا المسام نظيفه، هتلاقوا وتحسوا ان بشرتكم فعلا بتتنفس. فده بالنسبه لي غسول رخيص وجنتل قوي على البشره، فده بالنسبه لي حاجه كويسه جدا، وبصراحه انا عجبني جدا. واكيد اكيد لما يخلص انا اكيد هرجع اشتري تاني. عارفين مثلا ما بيجي علينا وقت كده تلاقوا كل حاجه خلصت، فمثلا الميزانيه مش سامحه، فبنلجأ لحاجه رخيصه كده بس في نفس الوقت تكون كويسه. فده بالنسبه لي ماي فيرفت فعلا من الغسولات اللي انا جربتها. وعلى فكره عايز اقول لكم ايفا مطلعه الغسول، ومطلعه نايت كريم، ومطلعه دي كريم اللي هو النهاري والليلي، ومطلعه اي كريم، وكمان مطلعه الديودرنت. وطبعا الديودرنت لحد دلوقتي تحت الاختبار، انا لسه مش عارفه احكم عليه، بس هو في ناس كتير قوي عماله تقول عليه حلو، بس انا لسه مش هديكم اي ريفيو عنه غير لما اجربه كامل واديكم الفول ريفيو. فده بالنسبه لي تحفه، واللي عايز يجربه يجربه، بس المهم هاتي حاجه تكون مناسبه. طيب يا ساندي انا بشرتي بيطلع لها حبوب ودايما بيبقى فيها حبوب، وحبوب اللي هي كبيره وتخينه، عليكي وعلى ستارفيل. ده الستارفيل ده اللي هو بيحتوي على زيت شجره الشاي والسلسليك اسيد. انا ده دايما بستخدمه في روتين بالليل، بس بقيت دلوقتي ما بقتش استخدمه عشان انتوا عارفين طبعا ارجنتو بقى تحت الاختبار لمده اسبوع. فانا ده بقيت بقالي فتره كده ان انا بستخدمه وقت البريد. طيب ليه يا ساندي وقت البريد؟ وقت البريد لان بيطلع لنا حبايه مش حلوه، عارفين الحبات اللي هي بتبقى تخينه قوي بتبقى مثلا تحت الجلد او حاجه، فده بيساعدني ان الحبايه تطلع على سطح الجلد وكمان يعالجها وينشفها. فلما بغسل بيه وشي واصحى تاني يوم بلاقي ان وشي حرفيا ما فيهوش اي حاجه، الحبايه نشفت ويعتبر بدات تختفي. فده بصراحه ده كان تحفه، واخر مره كنت جايباه ب 95، وحاليا سعره زاد ووصل ل 110. لو انت بقى اي نوع بشره بس محتاجه غسول جنتل في نفس الوقت ويكون حلو بينظف حلو جدا ويكون
لذيذ كده على البشره، ما يعملش هارش ولا يعمل التهابات ولا حتى لو انت بشره حساسه واستخدمت كتير قوي من المنتجات ومفيش اي حاجه نافع معاكي، فاحب ارشح لك الغسول بتاع شان. ده الغسول بتاع شان فيشل كلينزر، مش عارفه هيبان ولا لا. اهو بصوا ده شكله، هحاول اهو ده كده شكله تمام. ده مناسب لكل انواع البشره، بيحتوي على الفيتامين اي والفيتامين سي، مناسب لكل انواع البشره. قوامه جل رهيب 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 يا بنات، حرفيا في ان هو بينظف البشره حلو قوي. اصلا احنا بناخد من اي غسول حبه صغننين ونقعد نرغي 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 كده ونغسل بيه وشنا، ودي بتبقى انسب حاجه. تحسي ان الغسول بيبقى تفاعله اكتر ونتيجته بتبقى احسن لما تاخدي حبه كده على ايديكي وتقعدي ترغيه فيه جامد بعدين تجيبيه على وشك. يعني قبل ما تجيبوا الغسول على وشكوا بلبلوا او خلوا وشكوا كده مندي او في شويه ميه، هيفرق بجد مع الغسول. ورغوا الغسول واغسلوا بيه وشكوا بجد تحسوا كده نتيجه الغسول هتبقى احلى. فده اللي او زي ما شايفين هو كده واضح اكتر. ده الغسول اللي انا كنت بستخدمه الفتره اللي فاتت، بجد هو كان تحفه. وعايزه اقول لكم ان دي تاني علبه ليا منه، بجد خطير خطير خطير، وسعره ب 130 جنيه وحجمه 250 مللي، فدي حاجه كويسه جدا. خلصنا كده من فقره الغسول، نيجي بعد كده احنا طبعا اساس الروتين بتاعنا غسول ومرطب وصن بلوك، دي حاجه معروفه وعارفينها اصلا من زمان. طيب المرطب اللي انا بستخدمه هو المرطب بتاع ستيفز، وجبته قبل المقاطعه وطبعا للاسف هو بقى مقاطعه. ارشح لكم منتجات ايه؟ هقول لكم بقى عليك وعلى منتجات شان، دي بالنسبه لي اللي انا اعرفها اصلا واللي انا كنت عامه مجربها. مجربه الجل بتاع شان، بس لو انت بشرتك مختلطه او دهنيه عليكي وعلى المرطب بتاع شان اللي هو جل. الجل ده البشره المختلطه والبشره الدهنيه، اما لو انت بشرتك عاديه او جافه يبقى عليكي وعلى المرطب شان بس الكريم. وده ده اللي انا بستخدمه، بس اسف انا مش هتكلم عليه علشان هو مقاطع. نيجي اللي بعد كده الصن سكرين، ولو اتكلمنا من هنا للسنين الجايه مش عارفه اوصف لكم قد ايه الصن سكرين اصلا مهم جدا جدا، سواء صيف او شتاء دي حاجه اساسيه ومهمه. ما ينفعش يعني ممكن اقول لك حطي هاتي اقل غسول واقل مرطب، لكن حطي فلوسك في الصن سكرين، لازم يكون بيحمي من الشمس كويس جدا. اول حاجه لما جربتها هو انا جربت ده بتاع دراكون اللي هو البامب ده كده، بصوا ده هو بيبقى كده، هو بيبان ان هو سبراي ولكن هو بيطلع كريم عادي مش سبراي. حلو جدا حلو قوي، في بيحمي من اشعه الشمس اليو في اي واليو في بي، وكمان في اس بي اف 50، فدي حاجه كويسه جدا. قوامه حلو بس ده قوامه تقيل كده شويه، فالبشره بتمتصه بعد دقيقه دقيقتين كده. لكن ده بصوا بقى ده اللي انا جبته اخر حاجه، ده كان عليه عرض ومعاه واحد تاني 60 جرام كان ب 270 او 390، كان في الرينج ده. اللي معايا ده حجمه 150 جرام، ده دراكون الجل اند كريم دراي تاتش. ده شكله بجد هو رهيب، قوامه جل كده وسايح قوي كده على البشره، بالنسبه لي حلو قوي 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 لان البشره بتمتص بسرعه. طبعا باخد 3 صوابع وش ورقبه طبعا لو انا نازله في الشمس، لكن لو انا مثلا قاعده في البيت او هصور او هعمل اي حاجه باخد حوالي صباع كده على وشي كله ورقبتي وبس، لان انا مش بتعرض للشمس كتير، بس لو انا نازله بحط 3 صوابع. فبالنسبه لي دراكون حلو قوي زي ما بقول لكم كده، بيحمي من اشعه الشمس اليو في اي واليو في بي، هو بجد بجد رهيب يا بنات. وطبعا اللي جربه يا ريت يكتب لي رايه تحت في الكومنتات، لان انا بجد ما اقدرش استغنى عن دراكون دلوقتي. انا الاول كنت بستخدم بتاع بوبي جل، وللاسف بوبي جل كان السايز بتاعه صغير وحجمه غالي، فانا خدت وقت عقبال ما لقيت دراكون بجد اللي هو السايز ده كده، وسعره كان ب 270 او 370 ومعاه واحد تاني، فكانت حاجه كويسه. نيجي اللي بعد كده وبحسهم رفاهيه، بس لو انت معاكي الميزانيه اوكي هاتي، لو معكيش يبقى خلاص يبقى فركش على كده. يبقى انت لو انت معكيش فعلا ميزانيه هاتي الغسول والمرطب والصن بلوك. انت بقى الميزانيه سامحه معاكي ممكن تجيبي اي سيرام هيلورونيك اسيد انت بتحبيه. بالنسبه لي انا عايزه اقول لكم بقى على حاجه، انا ده لما يخلص انا بجد مش هشتريه تاني، لان انا عجبني ده اكتر. هما الاثنين افكت وكل حاجه حلوين، بس ده الافكت بتاعه نتيجته بتبقى احلى من ده. ده السيرم الهيلورونيك اسيد بتاع الزافيكيا او الزافيكيا على حسب ما بتنطقوه، وده السيرم بتاع الدكتور رشيد. ناس كتير جربته وسعره كويس، انا اخر مره كنت جايباه ب 150 جنيه، يعني حاجه برخص التراب بجد، مفيش سيرم بالحجم ده ب 150 جنيه.
بس انا بص يعني ما بيخلصش بجد، ده حجمه كبير جدا. بس المهم ان انا قريب ان شاء الله هرجع اشتري من ده تاني، او اتمنى ما يكونش سعره مثلا عدى ال 500، لان يعني بجد يعني مش عارفه اعمل مين في ايه. بس هو بجد بجد الهايدريشن بتاعه اعلى بكتير من ده، يعني ترطيب ده اعلى من ده بكتير. فانا بالنسبه لي هرجع اشتري ده اكتر. ده طبعا كوري فحلو قوي، انتوا طبعا عارفين المنتجات الكوريه قد ايه حلو بجد. تصدقوا انا نفسي قوي اجيب منتجات كوريه اجربها، ما اعرفش حاسه ان هي منتجات كده تحس انها نظيفه وبتدي جلوي قوي للبشره كده، بحس انها منتجات حلوه. المهم طب لو يا ساندي احنا محتاجين سيروم بس معناش الميزانيه عليكي وعلى الشيتات ماسك اللي هي دي، ده لما بكون انا مفلسه. انا اهو بقول لكم عادي، انا لما بكون مفلسه برجع اشتري من دول، الواحد ب 20 جنيه، بظبط بيه وشي وبروق على حالي. لو انا عايزه بقى اهتم ببشرتي واهتم بنفسي واظبط الدنيا، دول بالنسبه لي ماي فيفورت. وبالذات الشيت ماسك ده عامه اللي هو النوعيه اللي هي اسمها ايكل، ده كوري ترطيبه فظيع. وعايزه اقول لكم لما تستخدموه ارموا المنديل اللي جواه وهتلاقوا فيه سيروم جوه الكيس ده، هاتوا ازازه، هاتوا اي ازازه سيرم وفضوا السيرم اللي فيه، اوعوا ترموا الكيس لان بجد ده بيبقى مليان سيرم كده بطريقه مش طبيعيه. انا عايزه اوريكم على حاجه، بس استنى. شايفين اللي الازازه بتاعت لوريال هيلورونيك اسيد ده، ده انا كنت جايباها زمان وخلصته. طبعا لوريال بقى مقنعه، انا ما رضيتش ارمي الازازه عشان بحط فيها السيرم. بصوا انا حاطه سيرم اللي هو من ده، فضيت الكيس اللي هنا حطيته في ده، بجد تحفه، بيقعد معانا وقت طويل. على فكره الكيس بعد ما تستخدمي المناديل وبترميه جواه سيرم كتير، لدرجه ان هو ممكن يملا لك، انا ساعتها ملالي نص الازازه. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين الكيس ده اصلا جواه بيبقى قد ايه؟ فخلوا بالكم ما ترموش السيرم يا جدعان، او اكياس السيرم اللي هي دي، الاكياس دي بالذات اوعوا ترموها. اخر حاجه هتكلم عليها وهي الباتشات دي. لو انت معكيش الميزانيه مثلا تجيبي غسول فيه مثلا هو بيعالج الحبوب وكده، ممكن تجيبي الباتشات دي. بصوا هجيبها انا اهي، دي الباتشات اللي انا بستخدمها دايما. لو في حبايه طالعه براس كده بحط عليها اي حجم بقى على حسب حجم الحبايه. بصوا في اصلا احجام كتير جدا، دي بتسحب كل اللي في الحبايه وبتعالجها، وكمان بتنشف لك، بحس كأنها بتنشف الحبايه فبتخفيها خالص. فده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، والعلبه دي كانت ب 25 جنيه وحاجه كويسه وبتقعد معانا وقت طويل جدا. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا، اتمنى تكونوا مبسوطين معايا في الباك جراوند دي. وبس كده اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، باي باي.